السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. غدا إن شاء الله 12 في شهر 12 آخر يوم كليك داي، آخر يوم نقر السريع، آخر يوم تقديم طلبات عقود العمل ديكريتو فلوس يا الإخوان. غدا 12 في شهر 12 مع التسعود ديال الصباح الإخوان غتكون آخر انطلاقة تقديم طلبات عقود العمل الموسمية ولا الغير موسمية، ولا مهم القانون ديال هاد الشهر هذا ديال شهر 12 غادي يسالي. يعني لما دفعتيش غدا 12 في شهر 12 مع التسعود ديال الصباح مشى عليك الوقت، ما غاديش تاخذ الكونترا ديالك. الكونترا ولات غير زهر، كونترا غير حظ. دفع انت الاول، الباترون ديالك مريقل ناضي عنده الوثائق، تخرج لك الكونترا. كيعتمدوا على النقر السريع اللي هو غدا اخر يوم. وكيف ما شفنا الاخوان قسموا تقديم طلبات على 3 ايام، كانت جوج شهر 12، 4 في شهر 12، واخر تقديم طلبات وهو 12 في شهر 12 للعقود الموسميه سياحه فلاحه وفندقه. الاخوان ضروري تدفع وتدخل الكوطه. في المثال انت ما بقاش لك الوقت، قلتي مشى عليا هذا القانون هذا، من بعد شهرين ولا اقل من شهرين كاين قانون في شهر جوج الاخوان ديال 2024، وانطلاقه تقديم هاد الطلبات هادو تاني 3 ايام، 3 ايام نقر سريع، 3 ايام كليك داي، 3 ايام ديال تقديم طلبات الاخوان. وغادي يكون تقديم الطلبات 5 في شهر 2، 7 في شهر 2، و12 في شهر 2. 5 في شهر 2 عقود عمل غير موسميه، فيها الوراق وفيها الخدمه غير موسميه موديل بي 2020. و7 في شهر 2 غادي يكون البادانتي كذلك، 7 في شهر 2 غادي يكون البادانتي كذلك، وطالبين واحد الحصه ولا كوطا ديال 9500 ثاني. وهذه كلها كونفرسيوني دائما 7 في شهر 2 ديال 2024. و12 في شهر 2 ان شاء الله غادي يكون انطلاقه تقديم طلبات الموسميه موديل السي ديال الفلاحه السياحه والفندقه. اليوم الاخوان هذا الخبر هذا جيبوا لكم باش ديروا حساب غدا ان شاء الله، في حاله ما الا كنتي موجود للنقر السريع، الباترون ديالك موجود باش انه يقدم لك في الوقت، وكذلك باش تكون على بال بان الا فاتك هذا القانون راه كاين قانون في 2024 في شهر 2، وكاين قانون في 2025 كذلك في شهر 2 الاخوان. ودائما التاريخ تاع ديال 2025 5 و7 و12 في شهر 2 غيكون انطلاقه تقديم الطلبات. غدا مع التسعود ديال الصباح الاخوان كاين تقديم طلبات ديال العقود عمل موسميه موديل سي. هذوك العقود اللي فيهم 3 ولا 6 ولا 9، هذوك العقود اللي ما فيهمش الوراق كنقولوا، يعني هذوك العقود الا جيتي هنا في المثال السيد قال لك نصوب لك الوراق، خاصو ضروري يعاود معاك، خاصو يدير معاك لا كونفرسيوني. يعني لا ما خدمكش ولا ما دارش معاك لا كونفرسيوني كتبقى حارق ولا كترجع للبلاد. غدا ان شاء الله هادو هما العقود اللي غادي يدفعوا في الفلاحه والسياحه والفندقه الاخوان. الاكثريه والاغلبيه ديال هاد العقود هادو كتكون فيهم 9 شهور، غير هما راه ما فيهمش الوراق. بالنسبه لا كونفرسيون الكوطا السيد الا قال لك رانا غادي نعاود معاك ونوقف معاك حتى تاخذ الوريقات ديالك واخا جايب 9 شهور، خاصو يدير لك لا كونفرسيوني، ولا كونفرسيوني طالبين فيها غير 4000. سمعوني مزيان، غير 4000 اللي غادي يستافدوا من لا كونفرسيوني من هاد الناس كاملين اللي غادي يدخلوا. شحال غادي يدخل من واحد؟ ابتداء من غدا 82550 عقد عمل موسمي فلاحه سياحه فندقه. الا جيتي بعقد عمل موسمي فلاحه سياحه فندقه خاصك دير لا كونفرسيون الا باغي تبقى هنايا في طاليان، وخاصك تدخل لهذيك 4000 اللي عطاو، ولا الحصه ديال 4000 اللي عطاو في لا كونفرسيون. الا قال لك نعاود معاك زيرو انه يعاود معاك، قال لك ما تعرفني ما نعرفك، عرف بان هاد العقود هادو راه هكا دايرين. اشنا هو العمل الموسمي يا الاخوان؟ العمل الموسمي الستاجيونالي، هذا الموديل هذا اللي كيترمز له موديل ولا مودولو سي ولا مودولو تشي، وهو عمل موسمي فقط. يعني كتجي كتخدم الموسم ديالك، كانت عندك 3 في الريستورات ولا الفندقه ولا السياحه كتخدمها وكتمشي بحالك، كانت عندك 6 ولا 9 شهور في المثال في الفلاحه كتخدمها وكتمشي بحالك. الحكومه كدير المزيان، كتحدد واحد الكوطا اخرى، واحد الحصه ديال الناس اللي توفرت فيهم الشروط الا بغاو يبقاو هنا، وبغى الباترون ديالهم يعاود معاهم. كنعاودها الاخوان ونكررها، الباترون ديالهم الا بغى يعاود معاهم خاصو يخلص عليهم على الاقل 3 شهور الاولى يريق لهم فيها ضرائب يخلصهم،
ويتوفروا فيه الشروط ديال لا كونفرسيوني ويدفعوا يبقى هنا. يعني الباترون شنو كيقول؟ كيقول الحكومه بان راه هاد السيد هذا دخل بالعمل الموسمي، انا بغيتو يبقى معايا لانه عجبني وبغيت نقاد لي الوريقات ديالو، ولكن خاص شروط. لهذا كتحدد الحكومه هاد الحصه ديال لا كونفرسيوني كتكون مع الاسف قليله وماشي لكل شيء. الطلبات اللي هما ديجا موجودين للنقر السارع غدا شحال 260,953 مع التسعود ديال الصباح. الناس كافات، باترونات، محاسبين، محامات، بريفاتي، جمعيات، كل شيء موجود للنقر السريع غدا مع الصباح مع التسعود ديال الصباح. الطلب ديالك خاصو يدخل من بعد التسعود ديال الصباح باش تخرج لك الكونترا الموسميه. النوع ديال الكونترا اللي تفاهم مع السيد، اما السياحه ولا فلاحه ولا فندقه، شوف هي شحال فيها المده. الاغلبيه ديالهم كتكون 9 شهور، كيعمروا لهم الموسميه على 9 شهور. ولكن تتوفر فيك الشروط، خاصك الا جيتي هنا الباترون خاصو يخدمك. في المثال السيد دار معاك بانه الا جيتي هنا ما غادي يخدمك ما والو وما غاديش يصايب لك الوراق. علاش؟ لان الباترون كيقول له شوف انا غادي ندفع لك الدراري ديالك، تيكونوا فاهمين، ولكن الا جاو راه ما تعرفني ما نعرفك، هو كيقولها لك الا جيتي ما تعرفني ما نعرفك. حتى في المثال عندك وليدات مالين الدار كتدخل وتخرج ليهم، جيتي هنا تنادم معك الحال وباغي الوريقات ديالك، لان هنا اصبح صعيب انك تصايب الوريقات نظرا لهذه الحكومه الجديده. كتقول لنا ما كاينش قانون ديال تسويه اوضاع المهاجرين، الناس اللي بقاو هنا حارقين. هذا الباترون على الاقل خاصو يعطيك واحد التنازل باش تمشي تقلب على باترون اخر ويدفع لك ويخلص عليك 3 شهور الاولى باش يدير معك حتى هو لا كونفرسيون. يعني ما خدمكش الاول، تفهم مع على الاقل يعطيك غير هذاك التنازل، ولا ودي يعطيني سبب علاش ما غاديش تخدمني باش نقدمو للباترون الثاني اللي غادي نلقى ونقدمو الدوسي ديالنا الكويسوره لاصدار البرميسو دي سوجورن. 82,550 ديال العقود الموسميه موديل السي اللي غادي تنطال غدا ان شاء الله مقسمه لبزاف ديال التقسيمات الاخوان والقطاعات. المهم قطاعات ولا السيطور احنا عرفناهم، فلاحه، سياحه، فندقه، وشكون اللي عاطينه واحد الحصه اللي هي كبيره وهما الجمعيات. الجمعيات واخدين واحد الحصه، حصه الاسد الاخوان في هذا القانون هذا. يعني الجمعيات دافعين بزاف اكثر من البريفاتي، اكثر من الخاص، واكثر من يعني الباترونات كنقولوا باترون صغير ديريكت. الجمعيات عاطينهم واحد الكوطه اللي هي كبيره بزاف الاخوان في هاد 82,550. وغادي نشارك معاك تقسيم ديال هاد 82,550، شحال عطاو للفلاحه وشحال عطاو للسياحه والدول من طبيعه الحال اللي هما عندهم اتفاقيه ديال الهجره. غدا ان شاء الله 82,550 اللي خاصها تدخل الحصه والكوطا فرقه كالتالي الاخوان. 40,000 هاد 40,000 هادي للزراعه، الفلاحه، الفلاحه عطاوها 40,000 كونترا. 40,000 لمواطن البلدان التي لديها اتفاقيات بشأن الهجرة في القطاع الزراعي مسطر عليها، مقدمة مع رابطات أصحاب العمل. أعطاه 30,000 قطاع السياحة مع الطلبات المقدمة من جمعيات أصحاب العمل. أعطاه 8,000 مواطن البلدان التي مع اتفاقيات مستقبلية، ومنها حتى المغرب الإخوان. المغرب غيدخل الكليك داي وكل شيء من طبيعه الحال، وزادوا واحد الحصه ديال 8,000 اللي غادي تفرق على الدول اللي عندهم اتفاقيه الهجره مستقبليه، من بينها المغرب، تونس، مصر، الجزائر ودول اخرى. 2,500 كونترا مواطنو الدول الذين يروجون للحملات الاعلاميه ضد الاتجار غير القانوني بالهجره. 50 كونترا الاشخاص عديمو الجنسيه واللاجئون. 200 او 2000 سمحوا لي، هذه 2000 كونترا ايضا للدول اللي عندها اتفاقيات الهجره والمسائل المتعدده والموسميين متعددي الدخول. يعني زادوا حتى الناس اللي هما كيف ما ديجا قلت لكم، الناس اللي كتدخل بعقود عمل موسميه ما كتحرقاش وكتمشي بحالها، كيف ما شاركت معكم الخبر ديال بولسانو. قلت لكم راه بولسانو عطات الاولويه والاسبقيه، الناس كتجي تخدم الموسم ديالها على الاقل مره واحده في اخر 5 سنوات، هو اللي غادي يدخل الاول.
هو اللي غادي يستافد الاول. مثال انت دفعتي مع 9 ودقيقة في العمل الموسمي فلاحه في المثال، وهاد الناس هادو اللي كيدخلوا ويخرجوا بالعمل الموسمي عندهم الاولويه ولا الاسبقيه، الا دفع هو مع 10 عنده حق يدخل قبل منك، ونعطيو الكونترا نصدروا لي الكونترا قبل منك، لانه كيمشي وكيجي ما عندوش مشكل. اخوان غدا ان شاء الله 9 ديال الصباح، سمعوا لي الناس اللي بغاني يدفعوا عقود موسميه فلاحه ولا السياحه ولا فندقه، غدا مع 9 ديال الصباح غتكون انطلاقه تقديم هاد الطلبات هادو. خذ الروسي ديالك وقراه، الا بغيت تعرف كيفاش تقرا الروسي ديالك رجع الفيديوهات اللي كنت درت كيفاش تقرا الروسي ديالك، والله يسهل عليك، الله يعاونكم كاملين.